مرحبا بكم مشاهدي قناة بلقيس إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة، نافذة التواصل المباشر معكم لتناول قضايا الوطن وهموم المواطنين. في حلقة اليوم من برنامج المنصة نناقش قضية الأمن وحاجة الناس إليه وأهمية حضور الدولة، وهو موضوع يتصل بالأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب منذ سنوات. كما سنتناول أيضا قضية مهمة تتعلق بمئات بل الآلاف من الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج، نبحث في معاناتهم التي لم تستكمل الحكومة بعد معالجتها. وفي كل محور ستشاركون مباشرة عبر الاتصال ومنصات التواصل من خلال العناوين والروابط الظاهرة تباعا على الشاشة. المحور الأول سنتناول فيه الأمن وحاجة المواطنين إليه، خصوصا في الظروف الراهنة التي يعيشها الوطن بعد شهور بل سنوات من الاختلالات الأمنية التي تضاعفت بسبب حالة الحرب والتدهور المستمر. فلا يكاد يمر يوم دون جرائم قتل أو اغتيال أو قصف ولا حوادث فوضى أمنية، الأمر الذي يفرض التساؤل عن أهمية حاجة المواطنين لحضور الدولة بسلطتها الأمنية والقانونية. محافظة تعز نموذج لهذا الاختلال الذي يستدعي وجود الدولة. عن هذا الموضوع وافانا الزميل حمزة أمين بالتقرير التالي، ومن ثم نتابع ونستقبل اتصالاتكم وسنعرض ما وصلنا منكم من رسائل ومشاركات عبر وسائل التواصل المختلفة. نتابع. كثيرة هي الوعود ببسط الأمن في مدينة تعز، وعلى الأرض لا جديد يذكر، بينما تتسع المشكلة أيضا لتسبب الكثير من المتاعب للمواطنين. نطالب السلطة المحلية مثلا المحافظ علي المعمري بعض حلول عاجلة للانفلات الأمني الذي يحدث في مدينة تعز، حيث أن المدنيين المواطنين عانوا من هذا الانفلات من قتل وتشريد وضرب الرصاص، ويكفي وعود كاذبة. كلما توسعت رقعة المناطق المحررة تتسع معها دائرة الفوضى، وتكبر المسؤولية التي تقع على عاتق الأجهزة الأمنية من أجل ضبط الاختلالات، وهو ليس بالأمر السهل كما يقولون ما لم يتم دعم هذه الأجهزة بشكل كامل من قبل الحكومة، وهو ما قد يساعد بالاستقرار كما يرى البعض هنا. نطالب قيادة السلطة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي وحكومة بن دغر بأن يدعموا محافظة تعز في الجانب الأمني، حيث كلما توسعت رقعة المقاومة في المناطق المحررة في المحافظة هناك يحدث اختلالات أمنية كثيرة في المحافظة، وذلك لنقص الأجهزة الأمنية من حيث الأفراد، من حيث الأطقم، من حيث الذخيرة، من كل الجوانب الأمنية التي تتطلبها محافظة تعز. الأحداث المتعلقة بالانفلات الأمني متعددة، منها جرائم القتل والتقطعات ونهب المنازل، بالإضافة إلى المواجهات التي تحدث من وقت إلى آخر بين بعض فصائل تحسب نفسها على المقاومة، إذ تشكل بطريقة أو بأخرى إضعاف الوضع الأمني الهش أصلاً في المدينة. تثبيت الأمن يتطلب تفعيل دور الأجهزة الأمنية بشكل واضح، وهو ما لم يحدث حتى الآن، إذ ما يزال الجميع هنا ينتظر دور السلطات المحلية، وهي المسؤولية ذاتها التي تقع على بقية المكونات السياسية وفصائل المقاومة في المدينة. حمزة أمين لبرنامج المنصة تعز. شكرا لحمزة على هذا التقرير من تعز. الآن نستقبل مشاركاتكم مباشرة عبر الهاتف ووسائل التواصل المختلفة والظاهرة أسفل الشاشة كي تتواصلوا معنا. سنستقبل آراءكم حول مادة التقرير الذي يسلط الضوء على الأمن باعتباره ضرورة يحتاجها الناس في ظل الانفلات الأمني الحاصل وضرورة تواجد الدولة وبسط نفوذها عن طيب. أول اتصال معنا غيداء. أهلا غيداء. غيداء من عدن، تفضلي غيداء، تعليقك عن أهمية الأمن. والله الأمن كثير مهم في الحياة، الحالة الاقتصادية والسياسية وكل أنواعها. طبعاً لو بنتكلم على الأمن في عدن، فانتشار فظيع للأسلحة مع الكل طبعاً، كبير صغير أي حد في الشارع ممكن تلاقيه مسلح. بالأمس صادف حادثة أمنية حصلت في شهر عثمان، إنه احتفال في الأعراس يكون بقنابل صوتية. فالله يرزقنا الأمن. طيب غيداء، برأيك يعني بعد عام ونصف من تحرير عدن، أين هي الدولة من ضبط الأمن؟ برأيك أين هم؟
هي الدولة من ضبط الأمن، الدولة موجودة في المعسكرات. الدولة متى ما أدخلت شباب المقاومة في المعسكرات كان هناك ضبط الأمن، متى ما تحدث الأسلحة من الأسواق والشوارع سيكون هناك ضبط الأمن، متى ما حسينا بقانون يطبق على من يضرب الرصاص العشوائي سيكون هناك ضبط للأمن. لكن النجزة يوم. طيب شكرا لك غيداء، كنت معنا من عدن. أيضا هناك الآن تفاعل على البث المباشر على صفحة قناة بلقيس، بث مباشر الحلقة، ولدينا اتصال من المملكة العربية السعودية. أبو رغد، أهلا بك أبو رغد. ألو أبو رغد، يبدو هناك إشكالية في التواصل معه. أذكركم فقط بإمكانكم التفاعل معنا مباشرة من خلال صفحة القناة وبث مباشر للحلقة، وأيضا من خلال تعليقاتكم وستظهر معنا على الشاشة. هناك اتصال أم بالإمكان أن نذهب إلى طيب نذهب لنتابع مجموعة من التعليقات التي وصلتنا من خلال الشاشة على الفيسبوك. التعليق الأول لعادل أبو رامي، لابد أن توجد الدولة في كل مكان، وذلك من خلال رؤية موحدة من قبل الدولة لبناء وإعادة مؤسساتها. مشاركة أخرى محمد عبد السلام، موضوع الأمن من الضرورة، ونرجو أن الدولة تطرح وتبسط ذراعها في الأمن. أنا أقرأ التعليقات كما تصل يعني بلغة مرسليها. عبد الله علي يقول لابد من وجود الدولة وبسط نفوذها بالقوة. هناك إجماع إذن على أهمية أن تبسط الدولة نفوذها. أمين الشريف أبو فواز، إن الله من على قريش بشيئين اثنين، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. أيضا وصلتنا عبر الواتساب مقاطع مسجلة من بعض الأصدقاء، سنذهب لمشاهدتها حول هذا الموضوع إذا كانت جاهزة أو لدينا اتصال. طيب نتابع أيضا مقاطع وصلتنا عبر الواتساب. الحكومة اليمنية بدعم الأجهزة الأمنية وخصوصا في المناطق المحررة، ولذلك للحد من الاغتيالات، كما نطالب الأجهزة الأمنية بسرعة الدق والتحري وحراسة الأماكن المحررة في كل ناحية وفي كل حارة. يجب على رئيس الحكومة ووزير الداخلية أن يفرضوا الأمن على المناطق المحررة في تعز لكي يتوقف الاغتيالات والشغب. إذا كانت هذه مشاركات وصلتنا عبر الواتساب حول الموضوع الأول، كان حول موضوع الانفلات الأمني وأهمية أن تبسط الدولة نفوذها، وكان هناك إجماع ربما من المشاركات التي وصلتنا حول هذه النقطة. ننتقل الآن إلى المحور الثاني في هذه الحلقة، وسنتناول فيه معاناة الطلاب المبتعثين في الخارج، مشاكلهم وما الذي قدمته الحكومة لهم، ولماذا لا تزال معاناة بعض الطلاب في بعض الدول مستمرة. عن هذا الموضوع نذهب لمتابعة التقرير الذي أعده الزميل وديع عطا، ويحاول من خلاله تلخيص المشكلة، ثم نعود لاستقبال اتصالاتكم وسنعرض ما وصلنا من رسائل ومشاركات عبر وسائل التواصل. نحن نريد حل مشكلتنا من أي جهة كانت. لم يتخيل طلاب اليمن المبتعثون للدراسة في الخارج أنهم سيكتوون يوما بنار الإهمال، أو أنهم سيصبحون ضحايا صراع يفترض ألا دخل لهم به. انتصف العام ولا تزال المعاناة مستمرة. مئات الطلاب في ماليزيا وروسيا والصين ومصر وتركيا والجزائر وتونس والهند لم تصلهم مستحقاتهم. حلول ترقيعية وتصريحات تخديرية هي كل ما تم حتى الآن، بينما المعاناة مستمرة. عوز طرأ على حياتهم فأحالها نكدا وكدر استقرارهم النفسي، وانعكس مباشرة على التحصيل العلمي. ثمة فئات من الطلاب المبتعثين لا يزالون تحت وطأة العوز نتيجة تأخر المستحقات، لعل أكثرهم معاناة طلاب الإفاد بالبدل أو الإحلال. وبوجه البعض أغلقت بعض السفارات أبوابها، بينما استعان سفراء بأمن البلاد المستضيفة لقمع الطلاب. لعل أكثر الطلاب بؤسا أولئك الذين عجز أولياء أمورهم عن توفير الحد الأدنى من مصاريف الدراسة. السؤال الأهم الذي يفرض نفسه، إلى متى تستمر المعاناة؟ إذن الموضوع الثاني في هذه الحلقة عن استمرار معاناة الطلاب المبتعثين في الخارج. صحيح أن البعض قد وصلتهم مستحقاتهم، لكن ما زالت هناك إشكالية لدى البعض. نريد أن نستمع من الطلاب
حول هذه الإشكالية، ما الذي تبقى من هذه المشكلة وما الذي حلته الحكومة وإلينا وصلت في موضوع أزمة مشكلة الطلاب المبتعثين؟ الإمكانية متاحة لكم للتواصل معنا من خلال أرقام هاتف البرنامج وأيضا من خلال الفيسبوك والواتساب. نبدأ باستعراض مجموعة من المشاركات وصلتنا عبر الفيسبوك حول الموضوع. عبد الكريم الشراعي، منذ أتمنى أن قرأت الاسم صحيح، منذ سنة ونصف نحن موفدو الجامعات لاستمرارية الدكتوراه بدون مستحقات مالية ولا رسوم دراسية، مع العلم أن لدينا قرارات إيفاد منذ العام 2015 رفعت ملفاتنا وقتها إلى وزارة المالية في صنعاء، وتم قصرا إيقاف الملفات في الوزارة بحجج واهية، رغم أن وقتها مشوا بعض المعاملات لمن لديهم وساطة، ولأن نحن التحقنا بالجامعات في الخارج ومطالبين برسوم سنتين وبدون مستحقات، ولا زال هناك مماطلة من وزارة المالية في عدن ومن الملحقية الثقافية بسفاراتنا في الخارج. طيب، رأي آخر أيضا، أحمد حجري، هناك تعنت بشكل مركز من قبل الملحق الثقافي في القاهرة وتحامل على مفادي الجامعات أصحاب الاستمرارية، وهم لهم سنة وسنة ونصف بدون مساعدة مالية. منال هادي تقول سفارتنا في تونس مستهترة بمعاناة الطلاب ويومها بسنة، الطلاب في معظم الدول استلموا مستحقاتهم للربع الرابع ما عدا تونس، معاناة الطلاب فيها لا تلقى أي صدى سوى بعض الوعود المغلفة بالتهديدات والتعالي، والأبواب ما زالت موصدة في وجوه حتى التساؤلات التي تبحث عن بصيص أمل. جميل حسين، طلاب التبادل الثقافي في تونس للعام 2015-2016 فقط 10، ومع ذلك عجزت الحكومة عن توفير مرتباتنا ومستحقاتنا المالية جميعا، تبادل ثقافي لا نحتاج لقيمة مقعد ولا رسوم الجامعات فقط منحة مالية. طيب، اتصال لدينا من روسيا. ألو. ألو، نعم، أهلا وسهلا، تفضل أخي أنت على الهواء. بالنسبة لمشاكل الطلاب تتزايد يوما بعد آخر، وخصوصا الطلاب المبتعثين، الآن دخلنا شهرنا الرابع دون أن نستلم مستحقات الربع الأول، إضافة إلى مشاكل الرسوم الدراسية، هناك بعض الطلاب فصلوا من جامعاتهم، خصوصا الطلاب التمويل الحكومي بحسب قانون الابتعاث، إضافة إلى أن بعض الطلاب فصلوا من سكناتهم الطلابية نتيجة عدم قدرتهم على دفع رسوم السكنات الجامعية، أيضا إلى أن الأعباء الطالب لا يكاد يجد وقتا لكي يدرس أو وقت لكي يستطيع أن يوفر قدرته على الشغل، أو أقصد أن إذا لم تكن هناك حلول سريعة وعاجلة من قبل الحكومة بالنسبة لأوضاع الطلاب في الخارج، فهذا سيدفع بالطلاب إلى التظاهر والاعتصامات مرة أخرى أمام مباني السفارات في الخارج. طيب يوسف، ما الذي تم، أنتم كطلاب في روسيا ما الذي تم فعله من معالجات من قبل الحكومة لكم؟ هل تسلمتم رواتب؟ هل سلمت بعض الرسوم؟ ما حصل أن رابط الطلاب أعلنت تدشين اعتصام قبل حوالي شهرين، اعتصم الكثير من الطلاب في مبنى السفارة، تم رفع كشف لوزارة التعليم العالي والوزير التعليم العالي الدكتور باسلامة بالطلبة الموجودين في روسيا، أيضا تم معالجة أوضاع الطلاب الذين أسقطتهم ميليشيا الانقلاب، الوزير التعليم العالي وجه بصرف المستحقات الربع الثالث للمنزلين ومستحقات الربع الرابع لجميع الطلاب، ايضا لم يرسلوا الرسوم الدراسيه لاكثر من 83 طالب في روسيا. طيب يعني حلت جزء من المشكله. أيضاً هناك نقطه مهمه، روسيا الاتحاديه تدفع او طرحها عبر قناه بلقيس، تعطي سنويا للجمهوريه اليمنيه ما يقارب اكثر ما يقارب من 110 مقاعد دراسيه مجانيه، هذه المقاعد تحول للميليشيا او للسفاره الروسيه في صنعاء، والميليشيات تقوم ببيعها بما يقارب المقعد الواحد ما يقارب 3000 إلى 4000 دولار. ما نرجو من الملحقية الثقافية هو أن تبذل جهود مع الجانب الروسي على أساس إيصال هذه المقاعد الدراسية لصالح الحكومة الشرعية في عدن. طيب، هذه نقطة مهمة تحدث بها يوسف، وضح يعني ما الذي يحدث في هذه النقطة، 110 مقعد تقدمه روسيا من خلال السفارة الروسية، هل تقصد بدون تدخل
الجانب الحكومي اليمني بدون تدخل الملحقية الثقافية اليمنية والسفارة اليمنية في روسيا؟ ضمن إطار ما يسمى منح التبادل الثقافي تعطيها روسيا سنويا للجمهورية اليمنية. لكن بالتأكيد أنه هذا يفترض أن يتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية اليمنية. نعم، أنا أريد أن أوضح هذه النقطة لأهميتها. طالما روسيا الاتحادية معترفة بالشرعية، هذه المقاعد تعطى ترسل للسفارة الروسية في صنعاء، على أساس هذه المقاعد تخضع للمفاضلة بحسب قانون الابتعاث اليمني. لكن ما حصل أن الفترة الماضية أو قبل حوالي 3 أشهر تم ابتعاث ما يقارب 109 طلاب على دفعتين. آخر دفعة كانت عبارة عن 77 طالب، كلهم مبتعثين من أسر معينة، من أسر تتبع الانقلاب، تتبع الأسر السلالية باختصار شديد. أيضا تم بيع عدد كبير من هذه المقاعد، وسمعت أن المتهم في بيع هذه المقاعد رجل يدعى عبد القدوس الخاشب في صنعاء. طيب، شكرا جزيلا لك يوسف مرعي. الآن نذهب لمتابعة بعض المشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب حول هذا الموضوع. بالنسبة لمفدي الجامعات، حتى هذه اللحظة لم نلمس أي شيء واقع. السفارة بلغتنا بوصول مبالغ مالية لكن لم تصل كشوفات، هذا أولا. أيضا حسب إفادة السفارة بأنه زملائنا من الإفادة الجديد الذي هم موفدين أكثر من سنة ولديهم قرارة إفاد ولم يعززوا ماليا لن يستلموا معنا، إضافة إلى أن الموفدين أيضا أصحاب الاستمراريات لم يستلموا معنا، إضافة إلى أن هناك موفدين تم إنزالهم بطريقة مخالفة للقانون. مثلا على سبيل المثال في تركيا معنا موفدين جامعة عدن لن يستلموا، وبالتالي المشكلة لن تحل. تم يعني ترحيل المشكلة، يعني 40% من الطلاب تم حل مشكلتهم، البقية لم تحل مشكلتهم. على سبيل المثال في تركيا 20 طالب موفد جامعة لن يستلموا إلا 10، و10 طلاب لن يستلموا. بناء على البيانات السابقة 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 وهذا رقم 8، وبسبب المواعيد السرابية اللا مسؤولة من قبل المعنيين، فقد تم إغلاق مبنى الملحقية الثقافية من قبل الطلاب المعتصمون، الطلاب المنزلين، موفدي التعليم العالي، طلاب الاستمراريات، موفدي الجامعات، طلاب الإيفاد بالبدل، موفدي الجامعات. ونحن هنا إذ نؤكد على مطالبنا المشروعة، إن لم يتم صرف مستحقاتنا من قبل الجهات المعنية، نؤكد للجميع أننا لن نبرح هذا المكان، وسنواصل التصعيد باستخدام كل الوسائل القانونية المشروعة حتى الحصول على كافة حقوقنا. صادر عن الطلاب اليمنيين المعتصمين في الملحقية الثقافية نيودلهي الهند 1 مارس 2017. إذن تابعنا بعض من المشاركات التي وصلتنا عبر خدمة الواتساب، وهذا هو الهدف لبرنامج المنصة، واختلافي عن باقي البرامج في شاشة بلقيس أنه ربما متاح بكل مساحته وكل الوقت المخصص له لتتحدثوا أنتم من خلال مختلف الوسائل. بإمكانكم المشاركة معنا هاتفيا عبر الهاتف وأيضا من خلال الفيسبوك وواتساب. لدينا اتصال من الهند، سهام البدجي، تفضلي سهام. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي سهام. طبعا شكرا لكم لأنكم تفتحوا موضوع جدا مهم وحساس بالنسبة للطلبة اللي خارج اليمن. طبعا احنا اول مشكله طبعا تواجه الطلبه اليمنيين للاسف في الهند وتقريبا في كل الدول اللي احنا بندرس فيها، انه معنا مشكله تجاهل الملحقيات والسفارات تبعنا بمشاكل الطلاب اللي بيعانوها، سواء مشاكل في معاملات او مشاكل في يعني في الدراسه، او مشاكل يعني خاصه بخطوبات يحتاجها الطلاب، بمعاملات تباطؤ كثير في أشياء وأوراق مهمة إحنا نحتاجها. هذا أولا. ثانيا من ضمن المشاكل. طيب يا سهام، كأولويات ما الأولويات لكم الآن؟ ما هي أوجه المعاناة الرئيسية لكم؟ المعاناة الرئيسية للطلبة اللي على حساب الحكومة اللي بيدرسوا منح، انقطاع المنح،
أو بالأصح تأخير رواتبهم. يعني في طلبة هنا محتاجين الفلوس تسديد رسوم دراسية فترة معينة لتسديد الرسوم، المنحة ما توصلش إلا بعد يعني فترة من موعدها، يمكن بعد نصف سنة، بعد شهور طويلة. فالطالب يضطر أحيانا، يا إما بعض الطلبة للأسف اللي ما يعرفش يتصرف أو ما يعرفش يرتب أموره، ممكن تروح عليها سنة دراسية تحت هذا البند. طيب كان في توجيهات للحكومة بخصوص موضوع المستحقات المالية، إلى أين وصلت هذه التوجيهات؟ للأسف إحنا دائما نسمع إنه صرف المستحقات. الموضوع يأخذ يعني المشكلة أوكي يتم حلها بس بعد شهور، بيتم حلها بس بعد شهور، يعني ما فيش حل جذري إنه المستحقات تصرف يعني في وقتها وفي حينها. طيب آخر عملية صرف 3-4 شهور بعدين بيتم حلها بعد 4-5 شهور من وعيها. آخر عملية صرف تم صرف مستحقات أي ربع بالنسبة لكم في الهند؟ آخر مرة قبل 8 شهور. أوه كثير. في شهر 8/2016 أنا أعرف طلبة طبعا هنا منح دراسية. طبعا يا أخي العزيز إحنا بالنسبة لي وبالنسبة هنا المجموعة من الطلبة اللي إحنا على نفقة خاصة، يعني نفقة أهالينا أو نفقتنا الشخصية، للأسف الآن انقطاع الرواتب عمل كارثة بالنسبة لوضعنا، كارثة يعني جدا، وارتفاع الدولار فعلا كارثة، يعني أزمة لا يمكن يعني إنه يقدر شخص يتخيلها، لأن إحنا خارج أوطاننا في الأخير. أهالينا بيحاولوا يتصرفوا يعني بإرسال الفلوس، يعني المبلغ اللي كان يوصل للطالب 300 دولار الآن الأهل في اليمن يضطروا يرسلوها بمبلغ مضاعف بسبب ارتفاع الدولار والمشاكل الاقتصادية في اليمن، وأضف إلى أنه ما فيش رواتب أصلا، فمعنا مشاكل كثيرة، بالإضافة إلى أنه بيقولوا أنه ما فيش منح. يعني إحنا الطلبة اللي على نفقتنا الخاصة لما نحاول نتواصل مع الجهات الخاصة هو ما فيش منح، يعني ظاهريا ما فيش منح، بينما انه يتم ايفاء طلبة جدد. يعني في طلبة ما نعرفش ايش المعايير اللي يتم اختيار الطلبة على اساسها، ما نعرفش ايش الاشياء اللي مطلوبة. يعني احنا كطلبة مثلا على نفقة خاصة، انا في اخر سنة ماجستير 4 شهور وخلصت دراستي، مريت بظروف جدا صعبة، حاولت اني على موضوع المنحة اتواصل، لا ما فيش، مش عارف ايش. بعد فترة اعرف انه في مجموعة طلبة تم منح على حساب الحكومة وسافروا مدعومين، وما نعرف اي ايش المعايير المطلوبة فعلا. شكرا لك سهام، وانا تحتاجك الفرصة لتعبر عن كل ما لديك من قضايا حول موضوع الطلاب المبتعثين في الهند. شكرا جزيلا لك على التفاعل والتواصل معنا. ايضا اتصال من السعودية، ابو رغد تفضل. مساء الخير. مساء النور. شو موضوعكم اللي مخسام موضوع الطلبة الان؟ موضوع الطلبة ايوه، يعني انت تشارك ما انتش عارف ايش الموضوع. لا بس عارف موضوع الطلبة يا أخي، موضوع مهم. شكرا لك أبو رغد من الرياض، وشكرا لك على هذه المداخلة. طيب نذهب الآن إلى متابعة ومجموعة من المشاركات والتعليقات وصلتنا عبر الفيسبوك حول موضوع الأزمة والمعاناة المستمرة للطلاب المبتعثين. نتابع. محمد حسين، موفدي الجامعات حتى الآن لم يستلموا أي مبلغ، إضافة أنه لم يصرفوا لموفدي جامعة عدن ذمار بدون أي سبب، إضافة لم يعتمدوا الاستمرارية والإفادة بالبدل، حيث أن السفارة رفعت بأسمائهم إلى مالية عدن. أنا أقرأ المشاركات كما تصل. أحمد يقول هناك تعنت بشكل مركز من قبل الملحق الثقافي في القاهرة، تحامل على موفدي الجامعات أصحاب الاستمراريات، كأنه هذه معادة. مشاركة أخرى، إلهام السنباني، حقيقي لم نعد نشعر أننا في دولة وأن لنا حقوق المواطنة، كل ما نشعر به أننا أصبحنا نحكم من قبل مافيا تمارس علينا أسلوب التنمر لتوصلنا إلى مراحل من الضياع والاكتئاب، وهي تعرف ما تقوم به. الدليل على ذلك السفارة اليمنية بالقاهرة تقفل أبوابها أمام رعاها في بلاد الغربة ما يزيد من معاناتهم، والسفير المحترم يقفل بابه في وجهنا كطلاب وباحثين، ويسلط علينا مدير مكتبه أحمد العمري بالشتم والطرد من السفارة إذا استطعنا الدخول إليه، لم تعد السفارة تستقبل لأصحاب الموظفين وأقاربهم من السفير للغفير، طبعا ما خفية كان أعظم مما يحدث داخل السفارة مغلقة أمام رعاياها. مشاركة أخرى، وحيد جبلي، طلاب تونس منسيون، لا مستحقات ولا اهتمام من أحد، حتى سفارتنا مغلقة أبوابها في وجوهنا، طلاب التعليم العالي في أغلب الدول استلموا مستحقاتهم ما عدا طلاب تونس، لا يوجد حتى من إن إلى متى نظل منسين ومحرومين. طيب أعود لاستقبال الاتصالات والمشاركات حول مواضيع هذه الحلقة. لدينا اتصال من المملكة العربية السعودية. ألو.
السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا أخي سامي؟ أهلا أخي محمد، تفضل. رسالتنا نوجه هذا فخامة المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بشأن طلاب المبتعثين إلى الخارج وإلى دولة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ومحافظ تعز الذي ما زال لحد الآن ما عمل لتعز أي شيء. بالنسبة للطلاب المبتعثين نقول رئيس الوزراء، نقول له هذا شمعة أمل هذا المستقبل، مستقبل اليمن، فلا داعي بالتلاعب بطلابنا وبهدلتهم خارج البلاد. وبالنسبة للرئيس الجمهورية والإعلاميين، الإعلاميين نقول لهم لا تكونوا تحرضوا على الأشياء اللي ما لها داعي وفبركات إعلامية على الفاضي. فأنا ما أتمنى من الإعلاميين أن يوصلوا رسالة، أن يوصلوا رسالة إلى الشعب اليمني للبناء وليس للحرب، ولا يعني ولا يوصلوا رسالة للدمار للبلد. نقول رئيس الجمهورية يوجه لدولة رئيس الوزراء بصرف مرتبات الطلاب خارج البلاد. طيب باعتقادك ليش الآن لم تحل هذه المشكلة، مشكلة الطلاب يا محمد؟ الطلاب المشكلة ترجع إلى السفارات أول شيء، لأنه ما يتابعوا إيش رئيس الوزراء. لو وزارة المالية وجابوا لهم الكشوفات، فهذا السبب يرجع إلى السفارات وممثلها في البلدان العربية والعالمية. طيب محمد كيف عرفت أنت أنهم ما يتابعوا إيش رئيس الوزراء؟ واضح من خلال ما يروحوا يتظاهروا قدام السفارات، ما حد يعطيهم مي ولا حد يوصل رسالتهم. واحنا بالنسبه للاعلاميين جالسين يتهاوشون يوميا، غزوان المخلافي في تعز سوا ويمشوا بعد الاعلامات اللي تدعي للحرب ولا تدعي الى السلام. طيب شكرا جزيلا لك محمد الصلاحي على هذا الحس الوطني وهذه المشاركه، شكرا جزيلا لك. لدينا اتصال اخر. طيب ايضا وصلتنا مشاركه من الطالب وليد اكرم يعبر فيها عن حاله الطلاب الذين يدرسون على حساب اهاليهم واصبحوا ضحايا في الغربه بسبب توقف مصادر الرزق لاهاليهم في الداخل، نتابع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سوف اتحدث عن بعض معاناه الطلاب التي يعيشون في تركيا الذين على حسابهم الخاص. يعيشون معاناه صعبه جدا للغايه، يعني صراحه صعبه جدا معاناتهم في تركيا بسبب الاوضاع والمعيشه وبسبب الاوضاع الراهنه في اليمن وبسبب توقف بعض اولياء امورهم عن العمل. حتى وان كان والد الطالب مقتدر على انه يعني يصرف لولده، بينما لا سيما ان سعر الدولار غالي جدا في اليمن بسبب الاوضاع الراهنه في اليمن، لا سيما ان الطلاب المبتعثون من الحكومه اليمنيه لهم مستحقات تضمن لهم الحكومه اليمنيه حتى وان تاخرت، لا سيما ان الطالب المبتعث على حساب الخاص ليس له اي ضمين ان تاخرت مستحقاته او ان ما صرفت مستحقاته، فهذا صعب جدا. اعرف بعض الطلاب شخصيا يعني حالتهم سيئه جدا بسبب الاوضاع الراهنه في اليمن بسبب ان اولياء امورهم توقفت اعمالهم عن العمل. صراحه الوضع يعني متازم جدا في تركيا للطلاب على حسابهم الخاص. اذا كانت هذه مشاركه لاحد الطلاب، هي يعني هناك جزء من المعاناه ايضا للطلاب المبتعثين على حسابهم، يعني على حسابهم الخاص ايضا بسبب الاشكاليات الحاصله في الداخل، ازمه الرواتب وتاثير ذلك على وضع الناس والمعيشه، اثر بذلك ايضا على وضع هؤلاء الطلاب. يعني بالامكان ان انا اقرا معكم بعض المشاركات التي هي الان على الهواء مباشره من خلال صفحه قناه بلقيس على الفيسبوك. امين الشريف ابو فوز يقول منحه الطالب اليمني ربما تكون مقارنه بالطلاب الاخرين وخاصه الطالب الفلسطيني افضل حال من الطالب اليمني، يعني الطلاب الفلسطيني يريد ان يقول امين انهم افضل. أمين الشريف أيضا ينتقد أداء موظفي سفاراتنا في الخارج. وأيضا مشاركة أخرى من الأخ أمين يقول مواطن يمني مهان في الداخل والخارج. الأخ عبد الرحمن أحمد يسأل كم رقم البرنامج علشان يشارك فيها، الأرقام تظهر أسفل الشاشة، يفترض للمشاركة معنا والتواصل من خلال مواضيع هذه الحلقة. نذهب الآن إلى فقرة أنت المراسل. طب عن الآن وصلنا إلى الفقرة المخصصة لاستقبال مقاطع أنتم صورتموها ربما عن قضايا ومشاكل تحبون إثارتها وعرضها من خلال البرنامج من خلال فقرة أنت المراسل، هي فقرة مفتوحة نستقبل فيها مشاركاتكم على عناوين البرنامج التي تظهر تباعا على الشاشة. المشاركة الأولى وصلتنا من عدن عن أحد محاور الحلقة السابقة وهي الغلاء وتأثيره في أو على معيشة المواطنين، من الصديق محمود حميدة الذي أعده لنا بجهده الشخصي، نتابع.
ارتفاع الأسعار في اليمن جعل المواطن اليمني عاجزا عن شراء حاجات أسرته من المواد الغذائية، الأمر الذي ضاعف من معاناته وأرهق ميزانيته الشحيحة. ارتفاع الأسعار المحلية تراوحت نسبته من بين 5-10% لبعض السلع والمنتجات رغم عدم ارتفاعها في الأسواق العالمية، ويرجع البعض بأن سبب ارتفاعها لانهيار العملة أمام العملات الأجنبية. نشر قوائم بأسعار السلع في المحال التجارية إضافة إلى الرقابة التموينية هي الخطوة الأهم من أجل تفعيل دور قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بالإشهار السعري، وربما يؤدي دورا في الحد من التلاعب بأسعار المواد الغذائية. محمود بن حميدة لبرنامج المنصة، قناة بلقيس الفضائية، عدن. المادة الثانية وصلتنا عبر الواتساب أيضا من أحد الجنود الذين شاركوا في تحرير مدينة المخا من داخل إحدى المدرعات، يلخص فيها مشاعرهم وما قاموا به ويقومون لأجل بسط نفوذ الدولة. نتابع. لقينا من محافظة عدن إلى محافظة مديرية المخا، والآن نحن على داخل يقتل، والآن الجيش الوطني قد قمنا معهم بالتقاط بعض الصور من داخل ساحة الميدان، ونقدم كل أرواحنا وفداء الوطن هذا لأجل تحريرها من الجيش الإيراني وعفاش. والحمد لله الجيش مستمر في العملية إلى محافظة الحديدة، ويتم الآن التقدم إلى محافظة الحديدة والانتقال إلى صنعاء، وإن شاء الله سيقوم في قبال مران. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. في الختام نشكركم على التفاعل معنا في هذه الحلقة، على أمل أن نلتقيكم في الحلقة القادمة، وبالتأكيد سنكون بانتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم من خلال عناوين البرنامج. ونؤكد أن هذا البرنامج بكل فقراته ومساحاته متاح لكم للتواصل والتعبير عن كل القضايا والهموم التي تشغلكم. في الختام تحية طاقم البرنامج من الإعداد والتنسيق زملاء وديع عطا وإلهام عامر وأسامة عادل، وأيضا من مخرج برنامج المنصة الزميل عيسى إسماعيل. تحياتي لكم، كونوا بخير.